السلام عليكم. زار وفد من الكاف ملعب عنابة البارح، واليوم عندنا صور نتاع الزيارة هذه، ونلاحظ فيه انه فيه تقدم كبير للاشغال نتاع الملعب الرئيسي. يعني سوف ان شاء الله في الايام القليلة القادمة تبدأ العملية تاع وضع كراسي، وكذلك انت وضع العشب على الملعب. ونشوفوا هنا لي كانيفو نتاع التصريف المياه، وان شاء الله كل ما نتمناه هو انه الاشغال هذه تنتهي في موعدها، حيث ان ارى ان يعني الممثل نتاع الكاف أعرب عن رضاه عن مستوى يعني تقدم الأشغال، وإن شاء الله نكون في الموعد بالنسبة للبطولة هذه تاع الإفريقية للمحليين. ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.